السلام عليكم، انا جد سعيد بالحضور ديالي مع كينيترا 36 وللشرف انني نكون معكم اليوم، وشكرا جزيلا على هذه الالتفاته. بالنسبه لشكون هو محمد عدنان الصابونجي، فنان مغربي يشق مساره الفني بكل تريوت، ومن مواليد مدينه القنيطره، وتنسعى دائما باش نكون عند حسن ظن الجمهور الكريم. بالنسبه للاعمال اللي عندي في الخزانه ديالي، عندي 6 ديال لي زالبوم اللي تيعكسوا داكشي اللي تنقوم به بحكم انني تندير الحفلات والاعراس. وعندي 3 ديال لي سينجل اللي هما من هاد لا طوندونس اللي ولات دابا، هاد الموجه الجديده ديال الاغاني اللي فيهم فيزيون هادي. وبحكم انني تنتمي لهاد الجيل، يعني كان بادي انني تندير نعطي البصمه ديالي بحكم انني تنقدر نغني بزاف ديال الالوان. دابا عندي في الخزانه ديالي 3 ديال لي سينجل. بالنسبه للاغنيه العصريه اللي تنشوف انايا الدوره ديال العروسه اللي كنت درت في الالبوم الاخير، هي اللي لقات واحد الاستحسان كبير من عند زعما من عند الجمهور. وبالنسبه لهذا لي سينجل اللي درت، الحمد لله بثلاثه لقاو الاستحسان، لانني درت وحدي جوج جداد، كلمات والحان جداد، وحده درتها عباره عن ريبريز، يعني حتى هي الحمد لله لقات استحسان من الجمهور. في الاونه الاخيره حاولت نكتف الجهود ديالي ونركز كثير على الشق الانتاج، وبفضل المجهودات ديال مديرات الاعمال ديالي ليلى الفريندي اللي تنشكرها من هذا المنبر، والموسيقيين اللي معايا اللي تيعاونوني حتى هما، قدرت نوصل لقلوب المغرب. صراحة يعني كاع لي زالبوم ديالي ولا هادشي كاع اللي خرج للسوق كله من مالي الخاص، يعني بحكم انني انا تنخدم على واحد لوبجيكتيف هو انني نفرض الاسم ديالي في الساحة في خطاب هاد العدد الكبير والمهول ديال الفنانين اللي كاينين، يعني باش انت تكون معاهم خاصك تكون تتنتج وتكون عندك البصمه ديالك وتكون تدير شي حاجه اللي في المستوى. بالنسبه للسبونسور، بالنسبه للالبوم، شركه الانتاج حدها دير لك التوزيع، اما بالنسبه للموسيقيين ولا الظروف فين تسجل الالبوم ولا الاستوديو، كل شيء كاع المصاريف كانت تكون عليا. بالنسبة هذه كانت هي المرحلة رقم جوج في الحياة ديالي، يعني أنا المرحلة الموسيقية ديالي مقسمة على 3 ديال المراحل. البداية ديالي كانت في أواخر التسعينات حتى 2002 2003، كانت هذه مرحلة ديال كنت فيها ريسبتور، يعني كنت تنتقبل كاع تنستافد من الناس اللي سبقوني، تنجمع معلومات، تنحفظ، تنشوف شنو اللي غيسلكني. جات المرحله ديال الثانيه اللي هي واش غادي نقدر نبقى في الموسيقى، واش فيها مستقبل، واش ولا غادي نشد شي حاجه اخرى. يعني جات الفكره انني ندير لاباغا فارماسي. ايفيكتيفمون كانت هذه مرحله صعبه عندي بزاف، بحكم باش نقدر نوفق بين لاسوسيتي ديالي والموسيقى، كان خصني نلقى توليفه اللي نلقى بها زعما نمشي بها فيغ لو بيان. سكيفي لقيت ان السند ديالي هو الاخ ديالي اللي لقيته بجنبي، له هو الزوجه ديالي اللي عاونوني في الباغا فارماسي ومشاو معايا. وبالنسبه للشق الفني، عاوتاني قلت خاصني نكون بروفيسيونيل 100%، يعني شفت مع مديره الاعمال اللي تشد ليا كاع توسكي ميديا، توسكي يعني في الموسيقى، يعني الشق الموسيقي عاوتاني عطيته للناس اللي متكلفين به باش نقدر نوفق عليه. وانايا ركزت على نجتهد انا في
يعني فنجتهد في نحفظ في الكوتي ميوزيكال كيما تنقولوا انا، الريبرتوار ديالي كبير، نحفظ بزاف ديال الالوان بحكم ان المغرب تبارك الله متنوع فيه بزاف ديال الالوان الموسيقيه، وحكم ان الاعراس تقدر انا تندير الحفلات والاعراس تقدر تكون خدام مع ناس اللي من الجهه الشرقيه، من ناس من الجهه من يعني مغاربه ديال الجنوب، يعني كاينين سواسا، كاين يعني خاص يكون عندك المام، خاص يكون عندك واحد الضبط في هذه الالوان كامله. يعني حاولت ما امكن ركز في هذا الشق هذا، واخا عندي واحد التحفظ وعندي واحد يعني تنحماق انا على توسكي ملحون، توسكي عصري، توسكي شقوري، كان عندي الميول لهذا اللون هذا، ما هذا ما تنفيش على انني تنقدر نغني الوان اخرى، والحمد لله نتمنى نكون عند حسن ظن الجمهور الكريم. بالنسبة لهذا الباب ديال المهرجانات، الحمد لله كانوا عندي بزاف ديال المهرجانات خارج مدينة القنيطرة، يعني مشيت للداخلة، مشيت للقلمي، مشيت للجديدة، مشيت لبزاف ديال المدن اللي عيطوا لي واستضفوني، وزعما جيتي بيان كويي زعما الحمد لله. وكان عندي مهرجان هنا في مدينة القنيطرة وفي شاطئ مهدية، غير لأنني تفاجأت على أن باقي شوية أوني با سيريو 100%، ماشي بروفيسيونيل 100%، يعني ما كانتش كانوا شي حويجات اللي أنا ما زعما صراحة ما كنتش راضي عليهم، مي بحكم أنني تنتمي لهذ الجهة كان خاصني ضروري نضحي ونكون حتى أنا معاهم وهادي. مي بالنسبة للمهرجان اللي حنا تنقولوا هو اللي برينسيبال، يعني مهرجان تاموسيدا، كنت دزت فيه في وقيلة في 2012، وبقيت زعما كنت نتسنى زعما تجي فرصة واحدة أخرى اللي نزيد نعطي الساكنة القنيطرية مفجوعبة ديالي، وإن شاء الله نتسناو الخير. يعني ما دزتش هذا العام، ندوز العام الجاي، ما إن جامي ترو طار. مرحبا. كيف ما سلف الذكر انني ديما عندي واحد لوبجيكتيف اللي انايا تنخدم عليه بور لانستون، يعني الحمد لله معايا فرقة موسيقية اللي متجانسة تتكون من 17 عنصر، اللي منهم 7 ولا 8 ديال العناصر اللي بداو معايا وضحاو معايا، ومن هذا المنبر تنوجه لهم الشكر واحد واحد، وتنقول لهم الله يخليكم ليا. والحمد لله، يعني انا اللي تنقول مع راسي انني نجتهد في وننتج الجديد باش دائما نبقى في الساحه الفنيه، ونركز شويه على التوسكي عصري وشكوري، لانني هذا هو اللي تنشوف راسي فيه انا بزاف. بالنسبه للطرب في مدينه القنيطره، شنقول لك، مهمشينو شي شويه، بحكم ان دابا الجميع كلشي تيقول قنيطره تيديروا الشعبي، تيديروا الراي، عندهم واحد الميول لهذا الستيل هذا، مي هذا زعما فكره غالطه، فكره خاطئه. يعني الجمهور القنيطري جمهور سميع، تيعشق الموسيقى، تيعشق الفن، تيعشق الطرب، تيعشق الملحون، تيعشق الاندلسي، يعني غير حنا خاصنا نوصلوا هذا الشيء للساكنه المغربيه القنيطريه بواحد الحله اللي تكون راقيه. الرساله اللي نبغي نوجهها للجمهور ديالي انهم ينتظروا محمد عدنان الصابونجي الجديد ديالو ان شاء الله قريب، ونتمنى التشجيعات ديالهم، ونتسنى الجيم ديالهم، وان شاء الله غنكون عند حسن ظن الجمهور الكريم.